بيان عاجل لجميع المواطنين وبشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان، ننشر التفاصيل. وعاجل قرار رسمي ضد مذيع في التلفزيون المصري بسبب تصريحاته على التلفزيون الرسمي. وبيان عاجل وجديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة، ننشر التفاصيل. وعاجل تفاصيل تحويل عقد الإيجار من 59 سنة لثلاث سنين بس، ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، هل تيأس إثيوبيا من تشغيل توربينات سد النهضة للعام الثامن؟ ننشر التفاصيل في الفيديو. وحقيقة انفصال محمد أبو جبل عن زوجته ملكة جمال الجزائر، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل 1000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل لجميع المواطنين وبشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان. ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي قال إن معارض أهلا رمضان هذا العام سيكون بها تخفيضات تتراوح ما بين 25% ل 30%. وأشار الدكتور علي المصلحي خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات الغذائية، مصنعي وموردي ومنتجي السلع الغذائية، إلى أن 1350 مجمعا استهلاكيا إضافية إلى منافذ جمعيتي سوف تشارك في المعارض بنفس التخفيضات السابقة. أشار إلى أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن خاص بتخفيضات تصل ل 30%. وأضاف أنه يوجد تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظين لاختيار أماكن المعارض حتى تلبي احتياجات المواطن في تلك المناسبة التي ينتظرها المصريون في كل عام، مؤكدا أن مراكز مبادرة حياة كريمة سوف يكون لها نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة، إضافة إلى المعرض الرئيسي بالقاهرة الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال إن تلك المعارض تساهم في توفير احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة. أشار إن التوزيع الجغرافي للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول إلى المواطن، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والمنافذ التسويقية المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع أيضا. المصدر معنا كان من صحيفة الأسبوع المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن الدكتور علي المصلحي يعني جازم بشرى سارة جدا بخصوص يعني شهر الخير رمضان المبارك، وتخفيضات من 25% ل 30%، وهيكون في معارض على مستوى الجمهورية في كل محافظات ومدن مصر. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ربنا يرزقنا يا رب هذا الشهر الفضيل بالخير دائما على جميع المصريين. أترك لحضراتكم التعليق وننتقل مع بعض لخبر آخر. وعاجل قرارا رسميا ضد مذيع في التلفزيون المصري بسبب تصريحاته على التلفزيون الرسمي. أصدر نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة قرارا بمنع ظهور حسام حداد مقدم برنامج صباح الخير يا مصر على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لحين انتهاء التحقيق معه. وأضاف نقيب الإعلاميين أن مقدم برنامج صباح الخير يا مصر خالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة، وتابع كما خالف مدونة السلوك المهني في بندها العاشر الذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتميز والتحريض بكل أنواعه بين أطراف الشعب وفئاته، مهيبا بكل ممارسي النشاط الإعلامي الالتزام بالمهنة الإعلامية والتأكيد الدائم على روح الترابط والانتماء للوطن وكل من يمثله خارجيا. وكانت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر قد قررت إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل،
لما بدر منه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة المصرية الأولى. أثار الإعلامي حسام حداد مقدم برنامج صباح الخير يا مصر الجدل بعد ظهوره في حلقة البرنامج وحديثه عن مباراة الأهلي وفريق بالميراس البرازيلي ضمن بطولة مونديال الأندية المقامة في دولة الإمارات العربية. المصدر معنا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل وجديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ناقش أزمة سد النهضة مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة خلال مباحثات في القاهرة. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة: شهدت المباحثات التطرق إلى تطورات ملف سد النهضة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف للوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون ومقررات مجلس الأمن. المصدر معنا كان من أرتير. رئيس السيسي بيفتح موضوع سد النهضة أيضا مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المصدر معنا كان من RT. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل تحويل عقد الإيجار من 59 سنة لثلاث سنين فقط. طبعا يعني على الرغم من الظروف اللي احنا فيها وظروف المعيشة اللي احنا فيها والظروف اللي العالم فيها، إلا إن سوق العقارات والإنشاءات من حيث البيع والشراء والإيجارات لا يزال مستمرا، ولا زال الحديث متجددا ومتواصل حول إشكالية عقد الإيجار التي تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، حيث أن المشرع المصري من أوائل المشرعين في المنطقة العربية الذين أولوا اهتماما بالغا لمدة عقد الإيجار باعتباره أحد أهم الأركان الجوهرية والأساسية للعلاقة بين أطراف عقد الإيجار. والواقع والحقيقة يؤكدان أن العلاقة بين الملاك والمستأجرين تعتبر من أكثر العلاقات تعقيدا من الناحية العملية، فهي تقع في مكان ما بين المهنية والصداقة، ومثلها مثل أي علاقة أخرى. دائما ما تتعرض علاقة المالك والمستأجر للتصدع والمشاكل التي قد تكون بسيطة في بعض الأحيان أو قد تؤدي إلى انقطاع العلاقة إذا تفاقمت المشاكل بين الطرفين. ومن أكثر هذه المشكلات هي مشكلة عقد الإيجار، وتعتبر عقود الإيجار من أهم العقود وأخطرها وأكثر العقود التي يخشى منها الملاك نظرا للمشاكل التي تحدث بشكل يومي ورفض المستأجر بالإخلاء أو رفضه وتأخره في دفع الأجرة. وهل يجوز تحويل عقد الإيجار من 59 سنة لثلاث سنين فقط؟ هنلقي الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على هذا السؤال: هل يجوز تحويل العقد المحدد المدة الخاضع للقانون 4 لسنة 96 من أقصى مدة وهي 59 سنة قياسا على قانون الحكر الثلاث سنين فقط؟ سؤال عادة ما يطرحه الملاك في محاولة لاستغلال القانون بغرض تحقيق مصالحهم، كما يطرحه المستأجرين بشكل دائم ومستمر لتأمين مصالحهم هم أيضا، خاصة وأننا سنشهد خلال الفترة المقبلة تطورات جديدة وأهم في ملف الإيجار القديم. بحسب الدكتور إسلام خضير أستاذ القانون التجاري والمحامي بالنقد، ورغم وجود العقد المتفق عليه بين الطرفين على أن يكون مدة الإيجار 59 سنة، إلا أن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة لثلاث سنين أو سنة واحدة طبقا للقانون، فيتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر. فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي كالوكيل أو الشريك على الشيوع أو الوصي أو الحارس، فإن قانون منع هؤلاء تحرير عقود تزيد عن ثلاث سنين، وفي حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصي. وبالتالي يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار لثلاث سنين، كما أن الحالات التي يتم فيها إنقاص مدة العقد من 59 لثلاث سنين هي: الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب، الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع، الإيجار الصادر من الحارس القضائي، الإيجار الصادر من الوصي في الأراضي الزراعية وسنة واحدة في المباني.
يعني انا عاوز اقول لحضراتكم بكل بساطه، لان انا الموضوع ده شبه درسه عندي في كليه حقوق جامعه عين شمس بالتفصيل، وهو ان عقد الايجار لو مدته اكتر من 3 سنين فيحق للمستاجر او للمؤجر بقى هنا في الوقت الحالي انه يرفع دعوى قضائيه ضد المستاجر منه، وهو ان اللي عمل العقد او الاتفاق اللي بين المؤجر والمستاجر ما كانش المؤجر الفعلي، اي يعني مش المالك الاساسي للعقار او للارض الزراعيه. فزي ما قلت لحضراتكم يحق للمؤجر ان يرفع دعوى قضائيه اذا كان العقد كان بينه وبين الوكيل او النائب او احد الملاك على الشيوع او الحارس القضائي او الوصي في الاراضي الزراعيه، وده لو كان صادر من وصي في الاراضي الزراعيه هيبقى سنه واحده في المباني فقط. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، لان هذا الخبر مهم جدا، ودي الحالات فقط اللي نقدر ان احنا نقلل مدة الإيجار من 59 سنة لثلاث سنين فقط. وأترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى هل تيأس إثيوبيا من تشغيل توربينات سد النهضة للعام الثامن؟ وأكد خبير المياه المصري عباس شراقي إن إثيوبيا تحاول جاهدة تشغيل أول توربينيين لسد النهضة منذ نهاية 2014 ولكنها تفشل، وأوضح أنها حددت أكتوبر الماضي كآخر موعد للتشغيل، وكل يوم عندها الأمل لتشغيلهم في اليوم التالي، ولم تجد هذه المحاولات حتى الآن، حيث تظهر الأقمار الصناعية استمرار تدفق المياه أعلى الممر الأوسط مع غلق جميع البوابات واستمرار حجز 8 مليار متر مكعب خلال العامين الماضيين. وتابع إذا يأست إثيوبيا من تشغيل التوربينين فسوف تفتح بوابتي التصريف في الجهة الغربية من السد الأيام القادمة لتكثيف الممر الأوسط للبدء فيما يسمى بالتخزين الثالث الذي سوف يكون محدودا إذا تم حوالي 2 مليار متر مكعب، نظرا لأن جانبي السد لم يرتفعا مترا واحدا عن العام الماضي، بل تم تكملة بعض الأماكن المنخفضة لتسويتها بأعلى ارتفاع في مناطق التوربينات عند منسوب 590 متر فوق سطح البحر، حيث أنه لا بد من الحفاظ على فرق منسوب 10-15 متر في الممر الأوسط أقل من الجانبين لمرور مياه الفيضان. مصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وعاوزين نعرف حقيقة انفصال محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك وحارس منتخب مصر، وأثارت الخلافات التي كان بين حارس مرمى نادي الزمالك محمود أبو جبل وزوجته الجزائرية الأميرة ملكة جمال الجزائر عام 2019، والانفصال ده كان من فترة كبيرة ولا أساس لصحة الانفصال في الوقت الحالي بسبب خسارة يعني نجم منتخب مصر محمد أبو جبل اللي قام بدور مشرف جدا، يعني ده مش هينفصلوا بهذا السبب يعني بالمنطق، هم انفصلوا من زمان ولكن يعني الشائعات بدأت تكثر عليهم في الوقت الحالي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.